الحمد لله على نعمة الإسلام، ثم الحمد لله على نعمة التوحيد. فمن أراد أن ينظر إلى أثر التوحيد وما يضبط من العقل فلينظر إلى تصرفات أهل البدع كالصوفية في مثل هذا المقطع، والرافضة ما هو معروف مشهور. التوحيد من آثاره أنه يضبط العقل ويضبط تصرفات صاحبه. ويذكرني هذا المشهد بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض ملوك فارس الذين أسلموا، لما رأى مثل هذا الرقص والغنى والضرب على الآلات بدعوى الذكر والتقرب إلى الله عز وجل، قال ذلك الرجل كلمة هي حكمة، وسأل سؤالا طريفا، قال عن فعل الصوفية مثل هذا الفعل الذي في المشهد، قال إذا كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ إذا كان هذا يعني الرقص والضربة على الآلات والغنى، إذا كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ نسأل الله السلام والعافية، ونحمد الله على نعمة الإسلام، ونحمد الله على نعمة التوحيد، ونحمد الله على نعمة العقل. يعني في كثير من الأحيان، بل في كثير من الأديان فضلا عن البدع، أن العقل يلغى، تجده مفكر كبير أو مخترع أو غير ذلك ممن يشار إليه بالبنان، لكنه في مجال الروحانيات تجد أنه يلغي عقله، يتقرب إلى بقرة، يتقرب إلى فار، يتقرب إلى صنم، يتقرب إلى وثن، تبرك بشجرة، بحجر، يدعو ميت، كل هذه تلغي العقل. أما التوحيد فإنه ينير العقل. صلى الله عليه وسلم.